لم تعد تلك المخلفات الصلبة عديمة القيمة، ولم يعد مصيرها إلى سلة المهملات على الأقل هنا في محافظة الفيوم، فبإمكان المواطنين هنا تسليمها في هذه الأكشاك والحصول على قليل من النقود مقابلها، تجربة جديدة جعلت من المخلفات شيئا قيما. بستفيد منها كمادة يعني مثلا بستفيد منها مادة، يعني مثلا ما كانت بترمي في الأرض أنا بستفيد منها بمادتها دلوقتي بفلوسها يعني. كمواطن ضعيف او اقل اصغر بس يعني كمواطن ضعيف قليل القدر الاجر يعني، فدي الحاجه دي نستفيد منها ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ارسلها لنا الحاجه دي ان احنا ناخد منها رزق لنا ولعيالنا. منظومه طرحتها الاجهزه التنفيذيه وتديرها جمعيات اهليه تعمل في مجال المحافظه على البيئه. حطينا لستة اسعار وحصل اقبال من الاهالي عليها عشان الاكشاك دي يظهر لها نتيجه ملموسه في تخفيف العبء عن الأجهزة اللي بتتولى عملية النظافة. لازم الأكشاك دي تتعمم على معظم المدينة عشان تسحب المخلفات الصلبة دي من البيوت، فتقل الحمل على المخلفات العضوية اللي تتولاها منظومة الجمع من المنازل. هنا يتم جمع القمامة وفرزها تمهيدا لبيعها إلى التجار المتخصصين مقابل هامش ربح يضمن استمرارية الجمعيات العاملة في هذا النشاط. بشكل جزئي يبدو أثر منظومة جمع المخلفات الصلبة واضحا على مستوى نظافة شوارع الفيوم، إلا أن رحلة تلك المخلفات لم تنتهي بعد. إلى مصانع إعادة التدوير توجه أطنان المخلفات الصلبة التي تعد الخام الأساسي لإنتاج الصفيح والمواد البلاستيكية والورقيات. لو التجربة نجحت إحنا المستفيدين كمحافظة والمواطنين كلهم مستفيدين، فأنا مش عايز أحمل الأكشاك دي بأي رسوم على الإطلاق، واحنا مبسوطين ان المواطن بيشتغل وبيكسب وفي نفس الوقت بننظف الشوارع بدل ما القمامه دي كانت مصيرها في الشوارع، وهيطلب مننا دوريات اكتر وعماله اكتر واجهزه اكتر ولودرز اكتر عشان ننظف هذه الشوارع. تجربه لا تزال في مهدها، الا انها مرشحه للتوسع خاصه ان حجم المخلفات في مصر يبلغ 70 مليون طن سنويا، تتنوع بين مخلفات عضويه وصلبه، تعد بحسب خبراء ثروة يمكن الاستفادة منها في إنتاج الوقود البديل والسماد العضوي، إلا أن حجم القمامة التي يعاد تدويرها فعليا لا يتجاوز 1% فقط. أحمد مهران، سكاي نيوز عربية، محافظة الفيوم.